نروح بس لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا نجوم الصوت التحليلي لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. تحدي صعب النهارده ومباراه غايه في الصعوبه، لكن بالجديه والاصرار والعزيمه المعوده على اللاعبين وعلى الجهاز الفني يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. من زي ما انت سامع طبعا يا كابتن ايمن وزي ما كابتننا سامعين الهتاف، فمن اول ما الشناوي ونزل الملعب جمهور النادي الاهلي دوره كبير جدا ومهم النهارده والفتره اللي جايه، بينادوا على اللعيبه طبعا، بيحفزوا طبعا لعيبه النادي الاهلي، بيطالبوهم بالانتصارات واسعاد جمهور النادي الاهلي، وده الدور الكبير اللي على جمهور النادي الاهلي. بنراهن على الجمهور، بنراهن على اللاعبين، على الجهاز الفني رغم الصعوبات ورغم الظروف ورغم الاصابات العديده جدا اللي ذكرناها اكتر من مره، لكن هو ده القدر وهو ده الظروف المتاحه وهو ده اللي احنا متواجدين فيه سواء في بطوله الدوري العام او في بطوله كاس مصر. يا رب ان شاء الله النهارده دخولنا يكون جيد جدا في المباراه، تركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه، رهنا على اللعيبه كبير جدا في هذه المباراه في الفتره القادمه، لكن ان شاء الله كل الظروف والمناخ الطيب والاجواء، جو رائع جدا الحقيقه في الاستاد الاهلي ويا السلام، جو ممتاز جدا، جو كره ان شاء الله يقدر يساعد لعيبه النادي الاهلي في تنفيذ الجمل التكتيكيه. الكابتن سامي قمصان يمكن خلاص قال كل اللي عنده بالنسبه للرؤيه الفنيه للرتوش الاخيره للتشكيل كل الامور الخاصه طبعا بمباراه اليوم، لكن ينقصنا ان شاء الله كابتن ايمن التوفيق، ان شاء الله يكون التوفيق معانا من اول دقيقه باذن الله، نقدر ان احنا نحسم مباراه صعبه جدا اكيد هيكون فيها سرعات وتدخلات وقوه وعنف كبير جدا المعروف طبعا على الفريقين، لان احنا قلنا كابتن ايمن اي فريق بيقابل النادي الاهلي مباراه بطوله بالنسبه له. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لعبتنا النهارده وجهازنا الفني، ونقدر ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نتخطى هذه المباراه اداء ونتيجه ان شاء الله يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي.